وافضل ساكت. ايوه بس ده خطورة عشان ولا خطورة ولا حاجة. أنا داخل باسم تاني في الاسم. المهم هعمل إيه دلوقتي؟ تروح لأهلك وقرايبك يدلوك إزاي ده حصل ويشوفوا لك طريقة. أهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري إني مت. ما أكيدش إن أي حد تاني غيرك يعرف إني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طلبه منك إنك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص. هديت. لازم تبقى الحياة معنا يا عبد الجواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل. برافو عليك خدامًا على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه. ايه رايك نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات التلفزيون شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنية من شيلي المياه الصحية التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الأسرية. ما هي ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الأسرية؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمرة الهوا في أكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الأخوية. يا عبد الجواد يا عبد الجواد أنا عايز مشروع عليه القيمة. يا فريد بيه الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود. عارف عمل ايه؟ وانا مش عرفت. وانا كان ابويا عطار. تراب الفرن طحنه بشويه شطه وعب يا جدع في اكياس الفلفل الاسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد ياكلنا بولوبيت مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب. واحنا ما صدقنا نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب. ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكاية وقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا شاي ابو نشارة ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد يا عبد الجواد والناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنية وهالناس تسكن وتفرج أزمة المساكن. إذا خدت خلوة هتروح في داهية وإذا ما خدتش مش هتغطي التكاليف. وأنت دايما تعادها في وشي. طب اسمع ما تيجي نعمل مشروع سياحي. السياحة حلوة برضه. برافو. أهو ده المشروع ولا بلاش. أنا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا. أهي دي الأفكار النيرة مش كده؟ أهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ أنت تعرفني كويس أوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها الحكاية جد مش هزار. الله مين فينا اللي بيهزر. حضرتك دخلت هنا ازاي وعايز ايه؟ طب مش تسأل الاول تعرفني ازاي وما تعرفنيش. حضرتك مين لو مؤاخذة يعني؟ انا فريد الغطريفي. نعم فريد الغطريفي. مين فريد الغطريفي؟ ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلقى في ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو وإخواته. لا 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 الموضوع ده يهمني أنا وأنت. أنت اللي استوليت على ثروة أبويا فالحساب يبقى بيني وبينك أنت. أبوك مين؟ أنا فريد الغطريفي. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز إيه؟ عايز الفلوس. 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة أروح أعبهم لك في الشنطة وأجيبهم لك. ولا أقول لك اسمع أنا أكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع أنا مش عايز طريقة. أنا هكون عملي معاك.
ثروه ابويا كامله انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابه انا يكفيني مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضو اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريف الله يرحمه، مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل مع السلامه، بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعه تفكر، اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. مفيش سلام عليكم، مفيش عليكم السلام. عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميع. عقبال عندكم كلكم. يلا يا بنت احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. اسمعي ابتسمي، في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده. انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنيه المنايل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما وافقت لكم على العريس المداح والبتاع، كل لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه، الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع البائع ايه ده عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها، شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شكله نصاب، وانت كمان نصاب. قول له انت وقوم من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش، مفيش شاي كمان. قوم انت وقوم من هنا. قوم يا حرامية. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستنيين ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معانا حضرتك. اتفضل معاكم فين؟ خير؟ معايا أمر بالقبض عليه. بالقبض عليا أنا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم إيه أنت راخ؟ استنى لما أشوف إيه الحكاية. في إيه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجة في النيابة. نيابة؟ نيابة إيه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابة إيه يا عبد الجواد؟ أنت مش شايف حاجة ساعة ليه طيب؟ نيابة ايام. حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكايه الاول. جرايه يا فريد، 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام
ادم. ادم ادم اللي هو يعني اللي تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها؟ نوال. نوال. انا قتلت نوال. نوال مين؟ نوال مين؟ وادم ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاي النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه؟ افندم خد شويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل يا بجد. اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو. اتفضل اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. اسكت على اخوك. شرب حبيبي عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا. شعبان ازاي لاقي نفسه هيروح فين؟ هتبلغ علينا. شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. فئه الرقاصه بقى تبقوا عارفين انه قاتل الرقاصه وتغرزوني فيها. ما يهمكش جمد قلبي. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي. ولا هيطيرها ولا حاجه. المحامي عامل معاده وهيقلب محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ تقولش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ قال ايه جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد انت بتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روحنا بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حال. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحبس. يا سعادة البيت أنا عمري ما كنت فريد. أنا شعبان واد غلبان تافه من عامة الشعب. ما أعرفش حاجة. أقتل إزاي؟ ده أنا ما أعرفش أتفرج على فرخة مذبوحة. جم قالوا لي اعمل فريق عشان خاطر حكاية الورث والفلوس. إنما أنا شعبان وجاي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. أنا عمري ما كنت فريد. أنا شعبان. ما تقول له عبد الجواد. لا حول الله. لا حول الله يا رب. أقول له قول له إن أنا شعبان تقول لي لا حول الله يا رب. قول له يا ست الندمان قول له يا الأمين. اهدى يا فريد مش كده اهدى. فريد مين؟ تقول لك قول له يا مغاوري ابقى مين؟ قول له ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا ابقى مين؟ انت كريم يا رب. يا انت حليم يا رب. هو اللي طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت. اسمع يا فريد احنا واخدين على الغلطه دي كويس. انت عايز تفلت من العداله؟ خدها شويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح. يا اخوانا انا شعبان. اتفضل انا شعبان يا اخوانا حرام عليكم. لا مؤاخذة يا شويش أنا عايز أروح دورة المية. وده وقته؟ أمال وقته إمتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز أروح. اتفضل يا سيدي.
اتفضل. انت يا خدوم سنة ولا ايه؟ زينب شعبان، ايه اللي فكرك بيا؟ ابعد عني، ما تكلمنيش خالص. وحياة ابوك يا زينب، انا واقف في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص، امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته، انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمايل بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس، حتى البصمات؟ حتى البصمات يا زينب، حتى البصمات. حته دين ورطه. ايه ورطه معاك؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب؟ يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه. ايه ده؟ امال فين القفل كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد ساكنها غيرك؟ ساكنها غيري ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلوة أوي، أنا اللي عايز حاجة. دي أوضتي. أوضتك إزاي؟ أنا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها إزاي بقى؟ طب وحاجتي اللي جوه؟ هتتضايق يا شعبان، حاطط قفلي على الباب وسايب الأوضة واقف. يا ستي أنا مش لسه مأجر الأوضة لغاية دلوقتي؟ مأجرها وقافلها، وغيرك مش لاقي حتة يتوى فيه. هو أنت وزارة الإسكان؟ مصلحة الإيواء العاجل؟ أنت مالك؟ لك ملة لما تململك، إن ما كانش عاجبك أعلى مدخلك إركابه. في 60 دقيقة الأوضة، أنا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجة إيه؟ شوية الكراكيب. يا ست أنا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. بعتهم للتعب وباباكي. يا سلام، وأنت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ إيه؟ أمال إيه يا ضناي؟ أمال آخد الأجرة منين يا ضناي؟ يما. يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا أختي أقعدي بالعافية. يعافيكي يا أختي. كراكيبه، الكراكيب إيه؟ كراكيب إيه يا أبو كراكيب؟ تعال تعال. يا ابني انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنه. صفحتك مش موجوده ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من وقعها. وقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد خلينا نشوف شغلنا. هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي. امشي ماشي يا فندم ماشي، بس يا سعاده البيه اخرس خالص. اوراق ايه انت بتسالني؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصله سعاده البيه بس يثبت ان انا شعبان؟ اخرس، مالكش عندنا اوراق، انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافطه اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى كرافطه شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم، انت اصلك ما بتبصش في المرايه. بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك، انت احلى من ترافولتا. انت بتقول ايه؟ طب مع السلامه. يلا يا حبيبي الطاقه، مفيش فايده يا فندم. ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش، يلا مع الف سلامه. مفيش ورق يعني؟ لا مفيش. الجرافاته دي زي النيلة، وانت لا ترافولتا ولا حاجة، انت برضه بيخافوك جيل عيال. ما تزعلش يا شعبان ما تزعلش، ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من أهلك الطيبين؟ وأنا كان ليا حد. ليا؟ ايه؟ خالتي نفيسة. نفيسة ماتت، نفيسة ماتت، عاشت 92 سنة ما تموتش الا النهاردة. تعالي عالم يا هو، اثبت ازاي ان انا شعبان؟ انا عارفة دي حاجة بقت تحير، اللي ما سابولك ورقة واحدة تنصفك يا شعبان. انا تعبتك معايا يا زينة. اخصى عليك، ازاي تقول كلام زي ايه؟ تعالي اقعدي هنا. انا تعبت، انا حاسس ان انا تايه. زينب
انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدرى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه شعبان دول لهم طرقهم. انا رايك. اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك فوق السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جنبك؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنام في زريبه البهايم بتاعت الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي، عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت مع السلامه وانا هتصرف. طيب. يلا زينب يعني يلا. على في يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقلوش عليك في البيت. طب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب، مع السلامه. معلش يا اخوانا هتضيفوني الليله دي، مش عايزكم تتضايقوا، ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه، ولا على بالكم حاجه. واكلين واكلين، الاكل يجي لكم لغايه عندكم. مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع، والمكان اي حته تناموا فيها، مطرح رجليكوا تناموا على طول. لاش اربع اوض ولا صالون ولا سفره ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل ابو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس، انت اللي جبت لراحتك. يا اختي يا اختي خد ابنك وخش جوه. عشان ما عملتيش الورق. راح فين يا زينب؟ واحده صاحبتي اما في المستشفى راح اوديها الاكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفك خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليك ايه؟ خطيبي؟ اه قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوك يعرف شغله معاك طولي بالك عليه. يا اختي حياتيني الدور اخرى، خد ابنك وخشي جوه. يا اختي قطيعه الخلف واللي بيخلفوه. شعبان شعبان زينب. ايه؟ خضيتك؟ لا ابدا يا زينب، ايه اللي جابك دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء؟ يا حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني؟ لو حد شافك معايا في الزريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا زينب. بقول لك ايه؟ أنا لو كلفتك بحاجة خطيرة تعمليها؟ أنا عشان خاطر عيونك أعمل أي حاجة في الدنيا يا شعبان. أروح في 60 داهية. طيب. طيب أنا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر. هقول لك على مكان الفلوس. تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيه يا شعبان؟ لا هتنفعنا في الحوسة اللي إحنا فيها دي يا زينة. وأنت هتفضل هربان على طول. أنت لازم تشوف لك حل. طب إيه الحل؟ مش عرفني بس. وأنا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينب. قومي قومي روحي انت دلوقتي. قومي مش عايزه اسيبك. انا كمان انا كمان. ما 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 نجيب القبلة في الحوس اللي احنا محبسينها فيه. يا شعبان يلا. الله، مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه؟ في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي ازعل الحكومه؟ الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرمان بيكذب؟ ما دام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل، قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح. وقال ايه؟ بيسال على ورقه. التاريخ. آه.
صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد يا فريد يا رجالة، فريد اللي قتل الرقاصة، امسك يا علي، اجري يا علي، علق عليه. ما انا هقول لكم، هقول لك على كل حاجة. استنى بس، ده فريد اللي قتل الرقاصة. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجة. انا حدث الوكيل انا وانت. يا راجل هقول لك على كل حاجة. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم. ده كله قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجة. ايوه. طيب عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه. قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. بقى تضحك علينا المدة دي كلها يا قتال القتلة وتسمي نفسك شعبان. يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهورات اللي اشتغلت معاك 4 سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهزاك واشدك من كرافتي؟ انت سيد. سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجرنان ايه؟ الجرنان هيكذب. ايوه يا حضرة الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك اصل حصل. يا بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش نفسك في داهية، ده مجرم يا اخوانا. انا شعبان. يلا 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 يا خدوا حمص. انت شعبان. انت فرحت للرقاصة. انا شعبان. يلا 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 يا خدوا حمص. انت شعبان. الفاليرو للحلويات الفاخرة. الفاليرو. الفاليرو. قريت المكتوب في الجرنان؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. النصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك ويعرفك؟ طمن، لغايه ما اسافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة، واول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجرنان وعرفنا كل حاجة. هو قال ليني ان اسمه شعبان وعرفناها على كده، انما اصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيه. والجرنان بيقول اسمه فريد، والاهرام ما يكذبش يا سعادة البيه. ما كانش بيدفع اجرة ابدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. امي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد وديني بداهية علشان امك قالت لك مالكيش دعوة بحاجة. ايه؟ وانا مش عارفني كنت رمضان ولا شعبان، وانا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة القاضي الله نسيك، احنا ورانا عيال مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله اعلم. انت هاتلي يا سعادة البيت. طبعا فريد. احنا حنتوح عن فريد الغطريفي؟ ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري. يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية؟ تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان. انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه هو رقصة ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل المرس؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه، انما هو امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثه ما بيكذب. انا هحاول
أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان، شعبان. إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. أنا ماليش دعوة، أنا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس، ما انا لهفت شوية وهم لهفوا شوية، يعني انا نصاب، الحكومة تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب، احبسوني، بس قتلي انا ما هتاخد، اصل جالي واحد، ما انا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريفي، انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكاية بعد كده، كان عايز يتنصص معاي، انا ماليش دعوة، انا غلبان، عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى رأي من قال لا تكن أداة في يد من يغرروا بيه. وعلى رأي شاعر الربابة سابوا البردعة يا ابو زيد ومسكوا الحمار، وانا حمار، انا حمار يا اخوان، انا حمار، سرقوا الصندوق يا محمد، وانا حمار يا بيه. سيد الرئيس، واضح ان موكلي مصاب بلوسة، فارجو تحويله الى مستشفى الامراض العقلية للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما هو موجود عند سعادتك، يوسف، يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. مفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايدة؟ بقالنا 3 ايام بندور. الفلوس لازم تكون هنا، بنك مفيش، يبقى لازم تكون هنا. مرتبة؟ احنا ما دورناش في المرتبة، ده فلاحه لازم يكون شايل فلوس في المرتبة. فلوس؟ عادي الشنطة وعدي. انت عايزه هناك اسم؟ انا عبد الجواد به الغطريفي. لو سمحت فاطمه، انا الاسم اللي انت عايزه قوله هناك. طب نتفضل معانا. تفضل. في المطار ومسكوا كل اللي شهدوا ضدك زور ورموهم كلهم في السجن. خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان، شعبان، شعبان. مين يا شعبان؟ انا فريد، فريد الغطريفي. تجننت ولا ايه؟ ايه يا شعبان، احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات دي عليهم هم، ولا تعملها عليهم ليه؟ وخلاص المشكلة اتحلت. اسمع، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصب؟ ادهم يا اخويا هيحاكموك بتهمة النصب وتخش السجن سنتين ثلاثة ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني احلى اداني. طيب مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينة. سلامة، خلي بالك من نفسك. امان عليك يا زينب، كل مغربي وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. ايه زي فاتح حمامه بالظبط، وانا زي عماد حمدي.